مسيكم بالخير مشاهدين ومتابعين قناة الاي تي في في حلقة جديدة من حلقات عسيف وبداية أسبوع جديد، ونقول لكم يسعد لي مساكم ومساء الخير نورة. مساء النور ويسعد لي مساكم، وإن شاء الله هذا المساء يكون جميل معنا أكيد، وبتواجد ضيوفنا وفقراتنا اللي مجهزينها لكم في هذه الليلة من ليالي عسيف. اليوم مثل كل مرة عندنا يعني أمور كثيرة وتقارير كثيرة وضيوف، وبما أن بعد اليوم الجو ما شاء الله وايد حلو وخلصنا من موجة الغبار اللي انتشرت وقالوا أنها بتم شهر الحين. بس حلو الصيف كذي الجو نظيف، أنا أحبه صراحة. صدقتي والله بالعكس، الغبار يمكن الفترة طافت كان متعب شوية، لكن واي. الحمد لله رجع الجو صحو مثل ما يقولون، صح. لكن الحرارة يمكن في الأيام القادمة ستزيد، لكن الحمد لله عندنا مكيفات والأمور طيبة. قبل الله. لا ندخل في استعراض فقراتنا اليوم، عندنا موضوع الذهب في الكويت، موضوع بعض خلينا نقول الحالات اللي تم يعني رصدها بتزوير الذهب في الكويت، وانا سمعت نورة حتى اختام وزاره التجاره ضايعه. اي واستاءوا الناس من هذا الخبر، وايد ناس قامت تخاف، خصوصا ان الفتره الاخيره قمنا نشوف مو بس الحريم الكبار ولا العرايس وغيرهم، صار ايضا الجيل الجديد والجيل البنات والشباب قاموا يتجهون ايضا لشراء الذهب وتخزينه ايضا يعني ان شاء الله خزينه لقدام كاستثمار، يعني استثمار بالضبط. فاليوم شوية في تخوف، وعندهم اليوم أيضا الحين أتوقع هم الحين عندهم اجتماع بخصوص هذا الموضوع مع اتحاد الذهب، فالناس ناطرة بيان رسمي منهم. أكيد، لأن يمكن نورة اليوم الذهب ترى موضوع كبير، صح. ما هو بس مشترى وبيع، لا، اليوم قاعد تكلم عن قيمة قيمة مالية متداولة لها، يعني سعرها إذا انخفض أو انخفضت هذه القيمة للذهب أتوقع راح تصير مشكلة. الحين نزلت قيمة الذهب شوي بالضبط، لأن الناس تخوفت اليوم ما تدري تشتري ولا ما تشتري، يمكن هذا يكون مزور يمكن هذا يكون غير مزور، فالموضوع يعني خلينا نقول قيد البحث، وإن شاء الله بعد فترة يطلعوا لنا ببيان يوضحون أكثر حق الناس إن شاء الله. خلينا نشوف استعراض حلقة اليوم وشنو مجهزين لنا فريق الإعداد ونرجع لكم. خلينا نشوف في حلقة الليلة من برنامج عسيف، بتشوفون النقيب أسيل إبراهيم عبد الجليل والعريف هاجر الصالح، وحوار حول دور الشرطة النسائية، ضاري صادق دبيس وعذبي صادق دبيس وعبد الله صادق دبيس، وحوار حول مسيرة والدهم الراحل الفنان صادق لدبيس، ومن فقراتنا الأسبوعية فقرة صالون نجم. إذن ضيوفنا اللي راح يكونوا معنا ويشرفونا في الاستديو، بنتكلم عن أمور كثيرة خاصة موضوع الشرطة النسائية، صح. وهذا خلينا نقول الجيل الآن يعني متقدم لهذه المهمة، مهمة وزارة الداخلية والسلك العسكري النسائي، صح، خصوصا أن هم اليوم يحتفلون في اليوبيل البرونزي للشرطة النسائية. راح نتكلم عن تفاصيل صراحة أنا شخصيا ودي أعرفها عنهم، ولكن بعد الفاصل. استطاعت المرأة بدخولها سلك العمل الشرطي أن تسجل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها السابقة في كافة المجالات، ونجحت في اجتياز العقبات التي كانت تواجهها بدءاً من رهان البعض على عدم القدرة في التعاطي مع طبيعة العمل الأمني التي تتسم بالقوة والمعاناة نتيجة طبيعة عمل منتسبي وزارة الداخلية، ونظرة المجتمع التي كانت ترفض عمل المرأة في السلك العسكري. وسجل التاريخ للمرأة الكويتية أنها كانت فارسة الرهان دائما في تلك الرهانات الصعبة، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تثبت قدمها في هذا العمل وأن تكسب احترام المجتمع وتقديره بجميع أطيافه.
بدأت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة توسيع مهام الشرطة النسائية عبر الدفع بها في نقاط التفتيش خلال فترات الحظر الماضية، وتسيير دوريات من العنصر النسائي للعمل على حسن تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال خطة قطاع الأمن العام بقيادة الوكيل المساعد اللواء فراج الزعبي الداعم الدائم لعناصر الشرطة النسائية بتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي من خلال مشاركتها في الحملات الأمنية المختلفة. إذن من أكثر من 10 أعوام بدأت الشرطة النسائية بالعمل واستقطاب السيدات الكويتيات في هذا السلك المهم جدا، وتعتبر خلينا نقول هذه الخطوة خطوة تطور لوزارة الداخلية. اليوم ويانا ضيوفنا النقيب أسيل عبد الجليل، نرحب فيك وقواك الله ومشكور على حضورك اليوم معنا، وأيضا عريف هاجر الصالح، كل الشكر على وجودكم اليوم. بنتكلم في أمور كثيرة يعني تخص الشرطة النسائية، وإن شاء الله يعني يكون حديث شيق وحديث يستفيد من المشاهد. يا هلا ومرحبا فيكم. شفنا تقرير جميل عن الشرطة النسائية ومهامها، وخصوصا دخولكم في وقت الحظر في نقاط التفتيش. اليوم نبي نتكلم عن مهام الشرطة النسائية في قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية. أوكي، أولا حين بعد 12 سنة أو أكثر من 12 سنة المرأة في مجال السلك العسكري أثبتت وبينت جدارتها ودورها الفعال. حاليا احنا موجودين في اغلب قطاعات الوزارة، سواء من القطاعات الميدانية او الادارية، كل في مجاله وفي اختصاصه له مهامة وله عمله يعني يختص فيه. فلما نتكلم عن الامن العام بشكل خاص، يعني احنا عندنا دورنا كننزل في التفاتيش، عندنا بلاغات، عندنا ننزل تنفيذ مثلا احكام محكمة. بشكل عام اختصاصنا موجه حق التعامل مع النساء اكثر من ان نتعامل مع الرجال او يعني الوافدين، بس ان توجهنا محدد للنساء. من كل الجاليات يعني. ونفس المهام عارف هاجر؟ نعم صحيح. بداية أحب أشكركم على الاستضافة الجميلة. كذلك نفس ما تفضلت أختي النقيب أسيل، صحيح احنا شغلنا غالبا يكون مقتصر فقط على النساء، يعني المهام اللي يقوم فيها رجل الأمن احنا نفسها، لكن دورنا مقتصر فقط على جهة النساء. يمكن نقيب أسيل هذه كانت فجوة موجودة في السابق قبل دخول الشرطة النسائية في هذا الموضوع، ان تعامل شرطي الرجل مع المجتمع النسائي في أي عمل كان. أنتوا يمكن دخلتوا وسهلتوا أمور كثيرة طبعاً في هذا المجال. طبعا في السابق طبعا كان تعامل الرجل قوة الشرطة يكون مع جميع الأشخاص يعني، فهذا مجتمعنا شوي في تحفظ من ناحية النساء، فصعب أن الرجل يتعامل مع المرأة أو أنه مثلا في حال بلاغ أو في حالة غير طبيعية أو أنه مثلا مرتكبة جريمة، صعب أن الرجل أنه هو يتعامل معها. فدخولنا إحنا سهل عليهم المهمة، حماهم من الشكاوي أو من البلاغات. فبأي حال من الأحوال يكون تواجد الشرطة النسائية مهم، حماية لعضو قوة الشرطة وحماية للطرف الثاني اللي هو النساء نفسهم. جميل صح. يمكن في البداية أيضا شيء بشيء يذكر على طاري المجتمع، في البداية كان يعني في بعض العوائل تواجه شوي صعوبة في دخول مرأة للسلك العسكري، واجهتوا هذه الصعوبة في إغناء العائلة؟ أمانة من ناحيتي أنا ما واجهت أي صعوبة، بالعكس يعني ما في أحد ما يبي يخدم بلده صح، فالأمانة ما واجهت أي صعوبة. حلو.
نورة ما فكرت أي يوم من الأيام تدخلي السلك العسكري؟ والله بلا فكرت، بس قدر الله ما شاء فعل. يعني كان كنت مفكرة صراحة مع الدفعة الأولى، وكنت متخوفة بالبداية أنه يعني يكون شيء غريب على العائلة، فيمكن أبوي ما يرضى أو شيء. فبالعكس لقيت أنه مرحب وقال بالعكس لقيت قدام هذا شيء حلو أنه تكونوا من أوائل الدفعات، ولكن سبحان الله الله ما كتب يعني. إذا بغينا نتكلم عن الدفعة الأولى والحين الدفعة الأخيرة، أكيد في فرق ما بين الثقافة، ثقافة المجتمع والنظر صحيح. إلى الشرطي اللي هو الأمرأة. يمكن أنت أي دفعة؟ أنا السابعة. السابعة يعني تقريبا سبع سنين قضيتيها في هذا العمل صح. من أول دخولك تشوفين أن ثقافة الناس تغيرت؟ أي صار في قبول يعني الحين يعني بداية كانوا مو متقبلين وجود الشرطة النسائية وما عندهم أي اهتمام في نظرتهم يعني للمرأة في السلك العسكري. الوقت الحالي بالعكس في قبول، يعني في أي حالة من الحالات لما يتم استيقاف المرأة عن طريق رجل قوة الشرطة دائما تبلغ لنا اطلب لي شرطة نسائية، اطلب لي إسناد، أنت مالك تعامل معي، اطلب لي. قام يعتمدون عليك. في السابق كانوا يمكن مترددين في هذا الموضوع. يمكن بعد المرأة يعني تكوينتها عاطفية زيادة عن اللزوم، فممكن تكون مثلا يعني هل واجهتوا أن تكون مثلا مطلوبة مرة كبيرة أو من ذوي الاحتياجات أو كذي؟ ما تكسر خاطركم من تكسر خاطرك بس أنت أداة تنفيذ قانون، ما تقدرين تسوين شيء يعني صح. أنت اللي عليك أنك أنت تطبقين، أنت ما لك شغل بالإجراء صح. لأن هذا موجه حق القضاء، أنت جهة تنفيذ اللي عليك أنك تطبقين، ياك أمر تأدينه. تطبقين بقوة ولا تحسين قلب مكسور؟ لا بقوة، لأن ما تقدرين تتعاملين مع شخصية مثلا صح. كبيرة بالعمر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة عنيفة أو شديدة. أنت دائما على قولتهم الهون أبرك ما يكون، لأن أنت عندك فن في التعامل مع الشخص اللي قدامك. طبعا في عملكم دائما قياديين وزارة التربية الداعمين لكم صح. يعطونكم دعم معنوي كبير أكيد وتشجيعهم لكم ويمكن أيضا يعني خلينا نقول تبسيط العقبات والمشاكل أمامكم خاصة الشرطة النسائية. معنا اتصال هاتفي مع العميد توحيد الكندري مدير إدارة العلاقات والإعلام اللواء فراج. اللواء فراج الزعبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام. مسي عليك بالخير أبو فهد ونرحب فيك معنا اليوم. موضوعنا عن الشرطة النسائية اليوم، أنتوا كقياديين في وزارة الداخلية تدعمون هذا الجانب بشكل كبير. مساك الله بالخير. يا هلا فيك، هلا ابو فهد. ومشكورين على ان التغطية هذه وتسليط الضوء على الشرطة النسائية ودورها في وزارة الداخلية وبالأمن العام بشكل خاص. صحيح. خواتي المشاركات معاك هم جزء من مجموعة بنات أمة، بنات الكويت صحيح. وخوات الرجال، وهم شرطة في سلك أفراد في سلك الشرطة الكويتية لهم سلطة الضبطية القضائية كما للرجل سلطة الضبطية القضائية وفي قانون الإجراءات الكويتي، ينفذون القانون وينفذون قرارات النيابة والتحقيق ويقومون بما يقوم به رجل الأمن، ولكن بحكم مجتمعنا احنا فهم يختصون في الجانب النسائي اكثر من اي شيء اخر. احنا نستعين فيهم في الامن العام في غرفة العمليات تقريبا اغلبها من الشرطة النسائية، يتلقون البلاغات ويصنفونها ويوزعونها على مديريات الامن، ونستعين فيهم في الاسواق وتلاحظهم تواجدهم في الاسواق يمكن خاصة في نهاية الأسبوع صحيح. موجودين في السوق في المباركية في المجمعات التجارية، نستعين فيهم في الضبطيات اللي نحتاج فيها دعم نسائي، نسند فيهم الجهات الرقابية مثل البلدية وزارة التجارة وهيئة الغذاء وما شابه ذلك في ضبط الصالونات وضبط المخالفات الإدارية صحيح. نستعين فيهم في التفتيش واستعنا فيهم في رابط التفتيش. هم يمثلون جانب طيب ومنور في الشرطة النسائية في الوزارة الداخلية. أنا بحكم أني كنت وكيل السجون ما أنسى بعد أن كان لهم زميلات في السجون قاموا بدور طيب داخل سجن النساء وداخل الأمن السجون بالنسبة للنساء. فالشرطة النسائية بالوزارة الداخلية بشكل عام يعني مغطية كل الجوانب سواء الأعمال الإدارية أو الأعمال الأمنية.
نعم. طيب بما أنهم نزلوا فترة الحظر للشوارع وكانوا متواجدين على نقاط التفتيش، شلون كان تقييمكم لوقفتهم؟ بالعكس تقييمنا وقفتهم تقييم ممتاز جدا، وأدوا عملهم مثل الرجال وأفضل من ذلك. فهم تعرفين المرأة دائما دقيقة في عملها أفضل، لكنهم أدوا عملهم وكانوا فعلا سند لإخوانهم الرجال. جميل. في موضوع الحجز الكلي، بعض الأوقات تحجز وزارة الداخلية على أفرادها وضباطها لأيام، هل الحجز الكلي مطبق أيضا على الشرطة النسائية؟ الحجز الكلي مطبق على الشرطة النسائية، بس مو شرط إثبات في مقر عملها، لكنها تعمل 16 ساعة وترتاح ببيتها 8 ساعات، ولكن هذا عمل عسكري. ما دام المرأة قبلت تدخل العمل العسكري فبالتالي تتحمل مسؤولية كاملة وتطبق عليها ما يطبق على الرجل. جميل جميل. نعم، كل الشكر لك. تفضل اختي. وقبل لا انتهي من هذا، ادعو اخواتي المواطنات اللي عندهم قدرة على الالتحاق في هذا السلك انهم يبادرون في هذا الالتحاق متى ما فتحت الكلية لابوابها، لكي نستفيد منهم ولكي يخدمون بلدهم ويوصلون الامن والامان في هذا البلد الطيب. نعم بالتأكيد. كل الشكر لك لواء فراج الزعبي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام، على هذه المداخلة الجميلة منك. طبعا ذكر شيء مهم، أن اليوم المرأة الكويتية لما تقرر تدخل السلك العسكري لازم تكون بقوة وجود الرجل في هذا السلك العسكري. أيضا اليوم الحجز والوقفة في الشارع والضغوطات النفسية والتليفون المفروض أنه ما يكون مغلق، بتكونون يعني على طول متواجدين انكول، إيش كتر هذا شيء يعني مجهد ومتعب لكم مقارنة يعني أيضا بمتعة العمل بما أنكم خطوا هذا السلك العسكري؟ شوفي لما نتكلم بالسلك العسكري، يعني أنا قاعد أتكلم عن تجربة شخصية، دخولي السلك العسكري يمكن كان من باب الصدفة يعني، لكن بعد دخولي السلك العسكري صار في عشق للسلك العسكري. فالمكالمات إن شاء الله لو 3 الفجر يكون في بلاغ أطلع، العمل تحت يعني ضغط أو لفترات طويلة أو يعني بمجهود عالي ما عندي أي مشكلة، حبا في هذا العمل، لأن الأمانة في تقدير الحمد لله، في إحساس شكر الناس، القيادة اللي قاعد تقدر يعني جهودنا. شيء يعني تستمتعين لما تشوفين في رد، في مقابل، في يعني ناس قاعد تقدر. من الجانب الأهل الحمد لله الأهل متفهمين ومقدرين الوضع وقاعد يساندون ويساعدون ومقدرين ظروف العمل يعني، فهذا شيء أنا بالنسبة لي حب ما أقدر. جميل. عرف هاجر، دائما إحنا ودنا نعرف قصة أي شخص يدخل مجال يمكن جديد عليه أو جديد حتى على أسرته. نعم. من أول يوم رحتي سجلتي شلون كان اليوم هذا لين ما لبستي البدلة العسكرية؟ بالأمانة بالبداية كان في صعوبة من ناحية طريقة التعامل، شيء جديد علي أول مرة، من ناحية النوم، التدريبات، من كل النواحي، التعب الجسدي، لكن مع الوقت البني آدم يتكيف. فمع الوقت حسيت أن قاعد يصير الشيء جدا سهل علي، وبالعكس قاعدة أحب الشغل، قاعدة أروح للشغل ويعني بكل تفاؤل بكل حب. جميل. طبعا وقت الفترة المعسكر التدريبي ما في شيء اسمه أنا والله بنت ودلعوني ها بالمعسكر تجراز هاجر. ما في روح وتعال، ما في، لا عسكرية، تعامل حالك حال يعني الرجل في العسكرية. أنت طالما أنت دخلت هذا المجال فأنت عارف مشقاته، عارف واجباتك اللي أنت لازم تقوم فيها. صحيح. عارف الخطورة يعني والشدة اللي أنت داش عليها. فما في يعني ما راح يعني يقيمون عليكم، ما راح يقيمون على أساس أنك مرأة أو ريال أو لا، ما في. أنت داش المجال أنت عارف توين داخل. صحيح. طيب لما تدخلون هذه الدورة، إحنا نسمع عن لما مثلاً عيالنا الشباب يدخلون نعرف الضغوطات النفسية والبدنية، ولما يطلع شلون مسكين يعني ما كنا ولدنا. فاليوم البنت تعامل بالضبط حتى في الرياضة وفي الرماية وفي الأمور هذه كلها وفي التعامل. هو الاختلاف الوحيد بس أن البنت ما تبات،
فقط. فقط، لكن انت تدشين رياضه حالك حال الشاب، تدشين ميدان حالك حال الشاب، تعلمين الخطوات العسكريه حالك حال الشاب، تدخلين محاضرات، تروحين رمايه، كل نفس الشيء، بس الفرق المبيت. الشباب دائما عقب الدوره يطلعون بمواقف كثيره دقات من مدربينهم، انتم تعيشون بعد هذه المتعه؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا، لكل وقت لا اجواء، لا وقت، لا ذكرياته. فاكيد طبعا وقت أسير. الجد وقت مرات الغشمره وقت الدفعه. صحيح. احنا يمكن هم نسمع ان شباب يطيحون من طولهم ويغمى عليهم وكذي، صارت لكم كذي شويه مواقف يعني في بعضها ساعات تكون يعني ضيق الخلق بس تضحك الصراحه، شنو ما تذكرين الموقف كذي صار لكم داخل وقت التدريبات وكذي؟ وايد تصير، بس الغالب تصير بروفات التخريج هذه، لان تكونين مضغوطه مع حراره الشمس، وقفه طويله، وقفه طويله قبل التخريج، فالبروفة تصير فيها ضغط، فغالبا هني اللي تصير المواقف اللي يعني تضايق، بس انه تجبرين نفسك ان واحده تشيل الثانيه انه يلا عشان نخلص يعني. يلا عشان ندش التخريج. نحصد اللي احنا سويناه يعني. جميل. هذا اكثر شيء. انا سمعت معلومه وبيك تاكدي لي فيها، في موضوع ايام الحظر الجزئي او الكلي كنتوا ماسكين خلينا نقول نقاط تفتيش، فصار لك موقف قالوا انه في واحده دعمتك وشيء كذي؟ اي هو صح، صار موقف. شلون كان الموضوع؟ كنا مسوين نقطة تفتيش وتم استيقاف واحدة بالاستعلام عنها، تبين انها مطلوبة يعني، وفعلا لما نينا ننزلها كانت قاعدة تكلم اهلها، وما ادري شنو صار معاها، انا كنت واقفة بعيد قاعدة اسلم هوية، فالبنت من نفسها داست بنزين وطيرتني. ودعمتك وتعورتي اي هي كانت خدوش يعني وجروح وكذي، بس الحمد لله يعني كدمات وعدت على خير. يعني والله عملكم يعني اليوم نقدر نقول يساوي الرجل، خاصه في هالمهمه الصعبه اللي احنا دائما كنا نقول الله يعين رجال الداخليه، اليوم مو بس رجال الداخليه، نساء الداخليه طبعاً. اكيد صحيح. مخاطر طبعاً. يعني صراحه اليوم حتى المستجدات الامنيه قاعده تستقطب العنصر النسائي في وزاره الداخليه، انهم مثلا يكون في استقطاب للعمل في اقسام الجنائيه وما الى ذلك، خلينا نتكلم عن هذا الجانب. المرأة حاليا راح تلقينها في كل القطاعات، يعني انت ما عندك مثلا تحديد معين، احنا الحمد لله اغلب نقول اغلب، لان يمكن قطاع او قطاعين اللي ما في شرطه نسائيه في المباحث راح تلقينا. طبعا نتيجه لزياده الجرائم او العنصر النسائي المتواجد في الجرائم، بس هم اذا كنتوا في المباحث جائيه ايضا بما يخص النساء طبعا في كل المجالات احنا تعاملنا نسائي. نعم. ما يمنع نتعامل مع الرجل، لكن اهتمامنا او اولويتنا او اختصاصنا الاساسي بالأساس. المرأة. نعم. يعني شوف في مطار الكويت من فترة تقريبا بديتوا تنتشرون شرطة نسائية. صحيح. بالجوازات نشوفكم دائما، يعني حتى في موضوع العلاقات العامة اليوم قاعد تمثلون يعني دور كبير في صحيح. في هذا الموضوع. نعم. صحيح. نعم. طيب احنا الحين بنتكلم ايضا عن يمكن تكلمنا عن الامور الميدانيه وغيرها، اليوم العنصر النسائي في السلك العسكري خذ كل حقوقه؟ تحسون ان حقوقكم كامله؟ راضين عن وضعكم؟ طبعا طبعا. ما عندكم مطالبات هنا؟ لا مو مطالبات، انت قاعد تكلمين عن قانون 23/68 اللي هو قانون الشرطه أو القانون العسكري، هذا القانون كان خاص للرجل. نعم. دخول المرأة خلاه يعني في مرونة لدرجة أنه تم تغيير مسمى رجل قوة الشرطة في القانون إلى عضو قوة الشرطة، وهو يشمل المرأة والرجل. صحيح. فأنت لما تين ترجعين حق قانون الشرطة يعني وحقوق المرأة في قانون الشرطة، قانون الشرطة استند حق قانون الخدمة المدنية في الإجازات الخاصة للمرأة، فهو عطانا كامل حقوقنا يعني. زين بالنسبه حق الاجازات الخاصه، انا عندي سؤال. الحين المراه المتزوجه لما تدخل السلك العسكري فتره الحمل هذه وكذي، هل ممكنها تمارس حياتها العمليه عادي؟
لا إذا كانت مثلا نفس حالها حال الخدمة المدنية أو المرأة المدنية. قانون الخدمة المدنية يقول لك في حال أن أنت عندك مجلس طبي أو غيره أن أنت تعفين، نفس الفكرة مع المرأة نفس الشيء، يعني ممكن هتداوم ولكن إذا عندها حالة خاصة مرضية طبيعي. خلال فترة الحمل طبيعي أنها توقف، يكون تخفيف عمل تخفيف عمل ممتاز. إحنا ترى في الإعلام مقصرين معاكم، شلون؟ إحنا دائما لما نتكلم نورة رجال الداخلية صح؟ صحيح. رجال الإطفاء صحيح. مع أن اليوم النساء دشوا بقوة في هذا الموضوع ولا من سنوات، ولا الحين إحنا عندنا رجال الداخلية تعانون من هالموضوع هذا؟ أي نعاني من نواعي، يعني وانتوا واصلين يقولون ترى وصلوا رجال الداخلية، ترى مو رجال الداخلية بس الكلمة خذت على خذت تداول، يعني خلاص متداولينها. فيقول لك وصلوا العسكر، ما يقول لك مثلا أنا أحتاج كذا أو لا، وصلوا وخلاص. شباب ما مو لازم يقول لك عنصر نسائي أو الشرطة نسائية، ما يحدد. قبل لا أختم معاكم، إحنا دائما نقول المرأة في البيت وزارة الداخلية. عدل؟ عدل. واحد دقت عليه زوجته ولا أمه وزارة الداخلية، اليوم أنتوا وزارة الداخلية فعليا. هل هذا فعلا ينطبق عليكم في البيت بزود؟ يعني اليوم الأم الضابط أو الأم العسكري راح تكون حازمة أكثر من الأم العادية؟ أمانة مو بكل الأوقات. طبيعة الإنسان يقدر يفصل ما بين شغله وما بين تعامله مع أسرته، فمو دايما يكون حازم بكل وقت، مو دايما يكون شديد بكل وقت، بالعكس يقدر يفصل ما بين الشغل وما بين الأسرة. أنا حابة أضيف عليها، يعني الشرطة النسائية أو العمل في السلك العسكري يعني يعتبر عمل في النهاية، فالمرأة عندها القدرة أن مثل ما قالت أن تفصل، وعاطفة الأمومة دائما هي اللي تغلب، يعني ما تقدر تقول لا. يعني أوكي صح أن أنا مثلا ضابط أو أنا عسكرية أو أنا مثلا عندي مهام يبيلها شدة وحزم ويبيلها يعني التزام، بس بنفس الوقت أنا عندي يعني أطفال أو عندي جانب إنساني خاص فيني، يعني ما راح يتعامل بنفس المساواة يعني. جميل. أنت وجودكم في السلك العسكري صراحة إضافة كبيرة، وأثبتت السنوات السابقة وما زلنا يعني قاعد نشوف عملكم وأدائكم. اليوم يمكن قال كلمة جميلة لواء فراج زعبي، المرأة أخت الرجال، واليوم فعلا أنتوا مع أخوانكم رجال الداخلية ونساء الداخلية اليوم تشيلون هم كبير، تشيلون حمل كبير في إدارة البلد من الجهة الداخلية. ودنا نشوفكم تتطورون أكثر وأكثر. قوات خاصة باكر هم ما يمنع نشوف، لأن في دول موجودين، حماية شخصيات موجودين، الحين طائرات موجودين ما شاء الله، طبعا ما كنا ندري طبعاً حلو، منشآت موجودين حلو ما شاء الله. إذا أنت واليوم أثبتوا تواجدكم في العمل الميداني وفي العمل الإداري، وإحنا جدا سعيدين في تواجدكم اليوم، وحابين أن نشكر هذه الجهود المبذولة منكم كأعضاء في السلك العسكري رجال ونساء، عشان لا يسألون حتى ريايل علينا. مشكورة، كل الشكر لك نقيب إبراهيم أسيل عبد الجليل، وكل الشكر لك أسيل إبراهيم عبد الجليل، وائل عريف، هاجر الصالح، يا هلا ومرحبا فيكم، نورتونا. يعطيكم العافية. إذن مستمرين معاكم وفقرتنا القادمة صالون نجم.